ألقى وباء كورونا بظلاله على الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، فبين أسواق قلت فيها الحركة ومساجد أغلقت أبوابها واختفاء مظاهر الاحتفال المعتادة، يعيش مسلم العالم وضعا غير مسبوق. وفي ظل الإجراءات الوقائية الشديدة التي اتخذتها الدول، يستقبل المسلمون هذا العام رمضان دون تجمعات سواء في البيوت أو المساجد خشية انتقال العدوى. ففي الأراضي الفلسطينية لن يتمكن الفلسطينيون من أداء صلاة التراويح ككل عام في المسجد الأقصى أو مساجد القدس العتيقة. ويستعد بائع الحلوى التقليدية، لكن دون توقعات أن تشهد إقبالا ككل عام. وفي تونس لم يشهد سوق الجملة المعروف الزحام المعتاد قبل بدء شهر رمضان. لكن الوضع يختلف إلى حد ما في مصر والعراق، حيث لم تختفي الحركة بشكل كلي، وبخاصة على شراء أكلة الكنافة التقليدية. فرق طبعا. عايز أجيب رمضان اللي فات زي رمضان ده. كل رمضان وليه وضع، وإحنا في اللي إحنا فيه ده هنعمل ايه؟ غير ان السمة الابرز في رمضان هذا العام هو اغلاق المساجد في اغلب الدول الاسلامية، استنادا الى اراء فقهية تبيح ذلك في حال وقوع ضرر على افراد المجتمع، مثل ما حدث في المغرب المشهورة بمساجدها العريقة. ولم يختلف الامر بالنسبة للمسلمين في الدول الاوروبية التي ضربها الوباء مثل اسبانيا وفرنسا. Indudablemente esta pandemia está teniendo y va a tener efecto en la comunidad islámica, igual que lo tiene en el resto de comunidades religiosas. En nuestro caso, ahora ante la llegada de Ramadán, pues no se podrán hacer los rezos comunitarios por la noche, el tarawih, y tampoco los desayunos colectivos que muchas veces se ofrecen en las mezquitas. Ya están cerrados.